يصبح الإنسان عظيما تماما بالقدر الذي يعمل فيه من أجل رعاية أخيه الإنسان. من أشهر مقولات غاندي عن الإنسانية. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم وحلقة جديدة من برنامج رؤية. موضوع فقرتنا النهاردة بعنوان عودة القيم. قد إيه محتاجين في مصر كيانات خدمية، محتاجين أشخاص مؤهلة إنها تساعد الآخرين. شفنا كتير غارمات في السجون حتى لو كانت المبالغ طفيفة جدا. شفنا مشردين بلا مأوى في الشوارع وبلا حياة كريمة. لكن النهاردة احنا معانا ضيف بيساهم أو بيحاول إنه يساهم في إنه يرتقي بقيم وأخلاق مجتمع جديد أو مجتمع سوي. برحب بضيف فقرتي أستاذ كرم الطغاني، رئيس مجلس نائب رئيس مجلس إدارة جمعية عودة القيم. أهلا بسيادتك. أهلا بحضرتك يا فندم. عايزة أعرف من حضرتك في البداية، منين جت فكرة عودة القيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفكرة كلها جت حضرتك أني أنا كنت مشترك في حملات كتير تطوعية هدفها الأسمى خدمة المواطن في شتى المجالات. طبعا احنا جمعية عودة القيم هي تحت التأسيس. بالضبط يا فندم، بالضبط يا فندم. فحضرتك أنا تبلورت عند الفكرة أنه إيه المشكلة، انه بدل ما يكون الخادم لكل المواطنين واحد، ليه ما يكونوش اثنين؟ ليه ما يكونوش عشرة؟ ما دام نقدر يبقى نساعد. فحضرتك تبلورت عند الفكره في انشاء مبادره اخلاقنا الحميده، العوده لاخلاقنا الحميده. خلينا بس في الاول نتكلم عن الجمعيه عشان نقدر نوصل للمشاهد. اوكي فهم. الجمعيه اهدافها ايه؟ اولا حضرتك، هي الجمعيه من احد الكيانات اللي موجودة في جمهورية مصر العربية، كيان خدمي يصب مصلحته الأول للمواطن. أهداف الجمعية بنتكلم عن دور الحضانة، بنتكلم عن رعاية الأيتام، عن المساعدات المادية والمعنية للمحتاجين، كفالة اليتيم، المساعدات في حالة الوفاة، إنشاء دور المناسبات، إنشاء مراكز تدريب مهني وحرفي للمهني الحرفية واليدوية، إقامة معارض للأسر المنتجة. بنتكلم برضو حضرتك في إقامة مراكز خدمة المرأة والطفل. بنتكلم برضو في إقامة الندوات التدريبية للرائدات الريفية والحضرية. في إنشاء مكتبات، بنتكلم عن فصول تحفيظ القرآن. بنتكلم عن إقامة معاهد أو كليات أو مدارس، فصول تقوية للطلبة. إنشاء نادي اجتماعي، دورات تدريبية للحاسب الآلي، مراكز للتثقيف الفكري ورعايه للمكفوفين، وفي حاجات تانية كتير باذن الله هنتكلم فيها ان شاء الله مستقبلا. طيب اخد حضرتك لبوينت او نقطه يعني صغيره. اتفضلي. انشاء دور لرعايه الايتام وخدمه الرعايه البديله. اتفضلي يا فندم. الجمعيه ازاي هتساهم في ده، او بتفكر او حضرتك حاطط خطط للموضوع ولا لا؟ اولا من خلال هذا المنبر اتقدم بالشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته الرشيده بانهم وفروا فعلا امكانيه انه اي حد يشارك في العمل الوطني اللي تطوعي. فباذن الله تعالى احنا عاكفين على عمل بروتوكولات مع بعض رجال الاعمال ان شاء الله لاقامه كل ما يخدم مصلحه المواطن باذن الله، والوقوف جنب لجنب للخطوط اللي رسمتها لينا الحكومه باذن الله تعالى. طب بالنسبه لاقامه مراكز للتدريب المهني على الحرف وكده، ازاي هتقوموا بيها؟ او في اماكن كمان ليها؟ احنا بالفعل حضرتك حاليا عندنا شبه مركز، حاجات صغيره على قدنا بمعنى اصح بادئين فيها، بندي فيها كورسات سواء كان في فن التطريز او الفاشون، بندي فيها كورسات للتدريب المهني ولو بالبسيط. بنعمل برضو حاجات مميزة اللي هي زي محو الأمية، في حاجات كتير إن شاء الله بإذن الله، يعني بس بنشتغل ستيب باي ستيب. الإجراءات اللي حضرتك قدمتها لإشهار الجمعية بالفعل ماشيين في إجراءات دلوقتي؟ الحمد لله تعالى. توجهنا بالفعل لوزارة التضامن الاجتماعي في أحد فروعها. قدمنا الملف كامل. طبعا الملف معروف أنه بياخد دورته الكاملة، بيعدي على الجهات المعنية.
الحمد لله الحمد لله لحد دلوقتي كل المؤشرات جايه لنا ايجابيه باذن الله. طب مين صاحب الفكره؟ ما ينفعش اقول لحضرتك انه في واحد مجهول. صاحب الفكره. لا شخصيه مجهوله. لا لا ما ينفعش ان اقول في واحد صاحب الفكره. طب ليه؟ صحيح ممكن أبناء يبقى مصر المخلصين ما بتمثلوش في واحد مجموعات بس. احنا بنتمنى انه طبعا كل الشكر والتقدير لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو بالفعل بيدعم بعض الحالات الانسانيه، ولكن زي ما حضرتك قلت مش فرد واحد، احنا محتاجين كل فرد فينا قادر على انه يفعل شيء بيحاول يساعد بيه الناس. بالظبط حضرتك. نرجع تاني للجمعيه. اتفضلي. دلوقتي اقامه المعارض والاسر المنتجه، حضرتك هتشتركوا في معارض وتنزلوا بيها بمنتجات ده بخلاف حضرتك احنا كمان في عندنا رعايه اسر المساجين وتدريبهم تدريبهم حرفيا. معلش وضح لنا اكتر علشان اوكي تمام. حضرتك دلوقتي بالنسبه للمساجين تبقى اسرهم محتاجه الرعايه او بمعنى اصح بالمفهوم البلدي محتاجه انها تصرف على نفسها. فبدل حضرتك تكوني محتاجه، لا ده انا هحول حضرتك انك تكوني عامل فعال منتج. اوكي. من خلال حضرتك المشغولات اليدويه الحرفيه اللي بتقدمها اسر المنتجين انا مكلف اني اعمل لهم معارض لعرض منتجاتهم مقابل انهم يعيشوا حياه كريمه. يعني كمان طبعا حضرتك بتساعد على الدخل. الخطه الزمنيه تمام. ان يكون لهم دخل يعني. بالظبط يا صحيح؟ تمام. الندوات اللي حضرتك او يعني المؤسسه او الجمعيه بيحاولوا ان هم او الخطط اللي الندوات اللي هيعملوها اكيد يعني هتشتركوا في زي محتاجين يعني تطلعوا على الساحه شويه ان الناس تعرف ايه هي المبادره او يعني الجمعيات الجمعيه عن طريق التوعيه التثقيفيه علشان احنا محتاجينهم يفهموا شويه عن الجمعيه، لانه بصراحه حضرتك بتتكلم في ملفات مهمه جدا موجوده في داخل المجتمع، خصوصا ان احنا عرفنا انه الجمعيه يعني بيشمل كمان انه فيها مبادره. بالظبط صحيح. طب هناخد موجز بسيط عن المبادره. اوكي. وبعض الملفات اللي انتم بتناقشوها، ولكن مش هندخل بقى في تفاصيل لان كل حاجه محتاجه شرح كبير جدا. اوكي يا فندم ربنا يخليك. اولا حضرتك احنا لو فكرنا فكرة انشاء مبادرة العودة لإخواننا الحميدة، الحمد لله تعالى برضو بالفكرة وصلت لمجموعة كبيرة كتير قوي من الناس بدأت تتفاعل معانا. عملنا لحد دلوقتي الحمد لله ما يقارب عن 18 محافظة عرضنا الفكرة فيها. عملنا زيارات لبعض المحافظات بحيث برضو ان شاء الله يكون العمل على نطاق اوسع. هدفنا الوحيد الجمعية بتشمل القاهرة ولا هي على جميع المحافظات؟ بإذن الله تعالى آملين. طب أنا هاخد تليفون وهرجع لحضرتك. اتفضلي يا فندم. معايا سعاد من القاهرة. ألو. ألو. حضرتك معانا يا فندم اتفضلي. ألو. طب معلش كلمينا كلمينا تاني يا سعاد، هو الخط بس بيقطع. بشكرك. تمام حضرتك. الهدف الاسمى اللي احنا بنقدمه تخفيف العبء عن كاهل المواطن. احنا قلنا ان هي مش على مستوى القاهره، تشمل محافظات. لا هو حضرتك املين باذن الله تعالى انه احنا نوسع المجال على جميع مستويات محافظات الجمهوريه، ولكن في الوقت الحالي احنا نعتبر في تكلفات صدرت من المبادره لمفودين ده كله بشكل تطوعي. اوكي. ضمينا باذن الله كل القائمين على الجمعيه بشكل تطوعي. بكله بشكل تطوعي حضرتك. اوكي. ولله الحمد يعني بدون اي تمويل خارجي عشان يبقى العمليه ظاهره. ماشيين كما على حسب القانون. يعني ما فيش حاجه بتدعم الجمعيه. اتفضل. ما فيش شيء او حد بيدعم الجمعيه ولا رجال اعمال. لا لا لحد دلوقتي لا. يعني حضرتك انت عايز اقول يعني الجمعيه دلوقتي قائمه ب يعني ماديات ذاتيه. بالظبط. صحيح. ماديات ذاتيه. طيب معنا زينب من دمياط، معلش هرجع لحضرتك على طول. الو. في مشكله النهارده في التليفونات. طب حاولي معنا تاني. بشكرك. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. احنا قلنا ان في مبادره من داخل جمعيه عوده القيم. تمام. فنقدر بس حضرتك تشرح لنا بطريقه مبسطه كده. ربنا عز وجل لما وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
قال له وإنك لعلى خلق عظيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق حضرتك لا تتجزأ سواء كانت في العمل أو المعاملات. فتبلورت عندنا الفكرة اللي هي إنشاء مبادرة أخلاقنا الحميدة. بمختصار شديد هي تضم ما يقارب عن 29 ملف حيوي. من 29 ملف. طبعا ده حضرتك يعتبر تخطيا لحاجز المبادرات بدون غرور او شيء. قبل ما هنبدا يا فندم معلش احنا معانا تليفون. معانا حسين. الو. الو. اي يا فندم. اهلا انا اولا اسمي حسين البدري محمد سؤال. اهلا بيك. اتفضل اتفضل لو سمحت حضرتك. انا بشكر برنامج اولا انا ما اتصلتش بالتلفزيون انا سامع حضرتك اتفضل. انا بشكر حضرتك على استضافه استاذ اشرف ويا ريت كلنا احنا نشارك. استاذ كرم سوري سوري معلش هو عشان اسم الشهره انا من مركز دار السلام قريه محافظه سوهاج. اسم الشهره حضرتك هناك اشرف التغاني وليس كرم التغاني ولكن انا ما قلتش الاسم غلط في اول لا حضرتك صح. اتفضل يا فندم مع حضرتك. يا فندم اتفضل حضرتك. انا بشكر الاستاذ اشرف على المبادره اللي قايم بيها ويا ريت احنا كلنا ندعم المبادره ديت ونشارك فيها. نتمنى والله احنا لسه بنقول ربنا يخليك يا فندم. بس انا مش عارف يعني انا بكلم حضرتك بكل صدق كده يعني انا من الجيل الصاعد مش في سن الاستاذ اشرف طبعا فمش عارف احنا نشارك بايه يعني عايز اوضح لنا دوت على البرنامج حضرتك يعني. تمام يا فندم تمام بشكر حضرتك استاذ حسين. أولا حضرتك كل فرد محتاج يعرف يقدر يعمل إيه علشان يبقى منتج. أكيد أستاذنا حضرتك بس هتكلم في جزئية بسيطة عن المبادرة دي هتكون فيها رد على جميع الأسئلة. أوكي. أولا حضرتك هي الهدف الأول التوعية السليمة لكل فئات المجتمع في كل المجالات والدعوة للعودة للأخلاق اللي نشأنا عليها. الحد من الظواهر السلبية ومكافحتها سواء كان بالتوعية أو بالتوجيه. الحث على عودة دور التكاتف الأسري والمجتمعي. تشجيع الشباب بالحفاظ على المظهر الحضاري في المدن والشوارع العامة. المناشدة بعودة مادة التربية القومية في مجالات التعليم لغرس روح الانتماء في روح الطالب زي ما كنا بندرسها زمان. المساهمة في مكافحة أو مجابهة محو الأمية. تفعيل وتمكين دور المرأة وخاصة المرأة الريفية في المجتمع. تقديم المساعدات المطلوبة للمواطن سواء كانت صحية اجتماعية تدريبية تعليمية تثقيفية سلوكية. يعني هو اللي حضرتك بتتكلم فيه ممكن مشاهد معنا احنا دايما بنخاطب المشاهد البسيط بالظبط يا فندم عشان يقدر يفهم كلامنا. تمام. مش هقول لحضرتك قولها بوينت. طيب. نقط لا احنا عايزينها بطريقه مبسطه شويه. هقول لحضرتك المبادره حاجة. بتتكلم عن واحد واثنين وثلاثه. بالبلدي المبادره بتتكلم ان انا في خدمه حضرتك يا مواطن في كل ما تشتمله الحياه الاجتماعيه كلها سواء كان من رعايات صحيه سواء كان من تعليم او محو اميه سواء كان في مجالات اخرى كتير زي التدريب المهني. في كتير من الشباب مش لاقيين شغل من خلال المبادره برضو وملف تشغيل الشباب. بنحاول نساعد في تشغيل الشباب في القطاع الخاص. برضو في بنتكلم من خلال قوافل طبيه باذن الله هتلف على القرى اولا والنجوع اللي هي الحاجات اللي افهم من حضرتك ان هيكون في توعيه تثقيفيه تعليميه دينيه اجتماعيه في كل شيء. لدرجه حضرتك باذن يعني عندنا ملف البحث العلمي وملف التعليم دول اول ملفين عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم يعني المسؤولين على الملف دول قيمه وقامه. يكفيني اني اذكر الكلمتين دول بس قيمه وقامة. فبإذن الله تعالى من خلال الصرح اللي احنا بنعمله والعمل اللي احنا بنعمله لا نبتغي إلا وجه الله ورفع العبء عن كاهل المواطن. 29 بند اتفضلي تفتكر حضرتك بدون دعم خارجي حضرتك قلت ان هو دعم ذاتي لحد دلوقتي هو دعم ذاتي. تمام. هتقدروا تقوموا بتسعة بنود؟ في بداية كلام حضرتك انا قلت ابناء مصر المخلصين ودول كتير جدا. ولو ده يعني دايما نفترض الأسوأ يعني مش تشاؤم ولكن خلينا فضل. نفترض الأسوأ مفيش حد دعم الجمعية أو المبادرة. تمام. هيتم إيه؟ في ظل حكم سيادة الرئيس
هتلاقي حضرتك كل شيء بإذن الله خير. لأنه كتير قوي بيحبوا الراجل ده وكتير قوي هيساعده في أي عمل تطوعي زي ده. يعني أفهم من حضرتك إن المبادرة هتفتح ملفات كتير، هنعالج سلبيات كتير، هنوعي، هنعمل توعية كتير تثقيفية كتير، هنفتح ملفات تعليم شباب. طيب. ورياضة، الناس اللي مش لاقية شغل تمام، هيكون دورهم ايه في الجمعية، او ليهم بند خاص عند حضرتك في الجمعية ولا لا؟ اولا حضرتك في احنا بنعمل حاليا بروتوكولات وتعاون مع كل، استاذن حضرتك اتفضلي يا فندم. معايا مكالمة، وعلى فكرة انا ما سمعتش الاسم برضو. اتفضلي يا فندم. احنا معنا تليفون. الو، دوابة من أطفال. دوابة، اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. حضرتك يعني الجمعية بصراحة يعني اللي بتتحدث عنها يعني شيء مبشر بالخير. احنا فعلا محتاجين لإعادة القيم في يعني، لأن للأسف فيه ظواهر، من ضمن الظواهر دي التشنيع والتشهير بالكذب والباطل والزور على الخصوم. يعني يا ريت كمان الجمعية تتبنى هذه القضايا، اللي هو الناس اللي بيتعرضوا لخصومهم من الكراهيه والغل جواهم، بيكتبوا اي حاجه على النت ويشيروها ويسترزقوا من وراها. يعني يا ريت يكون في الجهات دي تساعد الافراد اللي هم بيتعرضوا لهذا التشهير والتشنيع من الناس دي اللي بتفتقر الى الدليل او الى المواجهه حتى او الى البرهان. ناس قابه تبعهم بيألفوا القصص وكلهم متجمعين يقولوا كلام واحد بالباطل والزور والبهتان. ناس باطلة يجمعوهم في مكان ويقولوا نفس الكلام، نجي عند الدليل والإثبات، دليلهم وإثباتهم ما فيش. فهي حضرتك كمان الجمعية تتبنى هذه القضايا، برضو الناس اللي تسترزق على النت بالباطل والزور على الناس. بشكر حضرتك جدا يا فندم. لأنهم عايزين ينكلوا بخصومهم مش أكثر يعني. بشكر حضرتك جدا يا فندم. شكرا. طبعا واضح إن الجمعية استهدفت ناس كتير جدا، بس ارجع واقول السوشيال ميديا مشاكلها كتير جدا، ومش هينفع احنا بنحاول، او يعني الجهات المختصه بتحاول ان هي تكون عامله رقابه جيده، ولكن يمكن كان معانا حلقه كنا بنتكلم عن الامن القومي، وسياده اللواء شبلي عبد الجواد قال انه مش هينفع نحد او نقفل السوشيال ميديا مفتوحه على العالم كله، ولكن نحاول ان احنا يبقى عندنا الثقافة الكفاية. انا شفت بوست او شفت معلومة غير صحيحة مش هاخدها وتداول. احنا يمكن بنشوف البوستات بتنزل معنا يعني في اليوم بتتداول بطريقة ألوفات مؤلفة على السوشيال ميديا، فنرجو الحذر لان ده بيضر بناس ثانية. استاذ كرم، تفضلي. استاذ اشرف ولا كرم؟ حضرتك هتكمل معانا في المبادره والملفات اللي احنا اتكلمنا فيها، ان احنا في ملفات كتير هنفتحها ان شاء الله خاصه بالمبادره، وطبعا الجمعيه تحت التاسيس احنا هنحاول كمان ان احنا ان شاء الله نشهرها الفتره الجايه باذن الله. تعرف ان شاء الله باذن الله. معانا زينب. الو الو زينب، يعني هستأذنك وطي التلفزيون شوية عشان تسمعينا. ألو، وفي الغالب فصل، فكلمينا تاني معلش. طيب، أنا عايزة حضرتك اتفضلي يا فندم تتكلم أو توجه رسالة لكل فرد عليه دور يقدر يقوم بيه للجمعيه وللمبادره. طبعا احنا بنتكلم في ملفات كتير، بنتكلم في بوينت كتير جدا، فاحنا محتاجين مش بس هنقول رجال الاعمال، حتى الافراد القادرين. تمام، صحيح. فحضرتك هتوجه لي رساله ليهم. استاذن معليكي، بس انا هتكلم في حاجه اوضح من كده. اتفضل. اوجه رساله اقول ابناء مصر المخلصين، مثقفين، اصحاب قرار، أصحاب سيادة، وإن كانوا على المعاش، وإن كانوا على المعاش، بلدنا محتاجة كتير. صحيح. كتير جدا جدا جدا. صحيح. ويكفينا والحمد لله إنه فيه خطوط بدأت تظهر لنا إيجابيات كتير جدا. إيد في إيد بإذن الله تعالى هنقدر. صحيح. نعمل حاجة لبلدنا نفخر بها مستقبلين إن شاء الله. صحيح.
الحاجة التانية هقول أسرنا ليها حق علينا، بس بلدنا ليها حق أكتر. شكرا يا فندم. أستاذ كرم طغاني، أنا بشكرك جدا، وإن شاء الله بإذن الله إحنا بنتمنى طبعا كل اللي المبادرة والجمعية بتعمله هي حاجة مشرفة جدا لمصر. ربنا يخليك. إحنا بنحاول من خلال الرؤية إن إحنا يكون لينا دور في التوعية بإذن الله تعالى. بنحاول إن إحنا على قد ما نقدر نوجه الناس زي ما عملنا مع حضرتك، ان الجمعيه لازم تطلع او الناس تعرفها علشان ان شاء الله هتاخد موافقات باذن الله، لان هي موضوعاتها قويه جدا يعني ان شاء الله باذن الله، وهتحل مشاكل كتير لناس كتير جدا ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله تاخد حضرتك الموافقه وانها ما تكونش تحت التاسيس ان شاء الله. ان شاء الله تكون معانا. بس انا هاخد مكالمه تليفون قبل ما افصل الفقره. اتفضلي يا فندم. معايا محمود. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك احنا كلنا فخورين بالاستاذ كرم الطغاني، وكلنا وراك الجمعيه ده، وكل اللي هو بيقوله كلام كويس وجميل جدا. صحيح صحيح فعلا يا فندم، احنا كسوهاج كلنا وراء استاذ كرم الطغاني، وكمصر كلنا والله حضرتك عندك شعبيه كتير في سوهاج. بشكرك جدا. لحضرتك اي سؤال؟ بشكرك يا فندم. يعني انا بصراحه يعني عارفه ان الوقت مش كافي ان احنا نتكلم عن الجمعيه، سيكون لينا مع حضرتك اول ما يبقى في موافقات ان شاء الله باذن الله تعالى تطلع معانا باذن الله، ونتكلم بقى عن ملف ملف موجود معانا في المبادره. احنا ما اتكلمناش عن المبادره غير ان هي حاجات عامه بنود، واحنا معانا تليفون. اوكي، معانا حسام. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، معاك. احنا طبعا بنشكر حضرتك يا استاذه منى. اتفضل. بنشكر حضرتك على البرنامج. ميرسي، ربنا يخليك. بنتظر البرنامج ده من الاسبوع للاسبوع. بشكرك. ويعني نتمنى لعودة القيم، بس فعلا محتاجين ان احنا نطبق الموضوع ده فعلا وبسرعه. احنا كشباب بحاجه للموضوع اكثر من اي حد. صحيح صحيح. بشكرك استاذ حسام. خلصت فقرتنا، ولكن حلقتنا لسه مكمله معاكم. هيكون معايا في الفقره الثانيه فقره كنا طلعنا بيها في الموسم الاول والثاني والثالث. الموسم الرابع اول حلقه لينا في بدايه طريق. انتظرونا، هيكون معانا مخرج عصام شهاب، وهيكون معايا موهبه جميله جدا برغم صغر سنه، ولكن هو انسان موهوب. انتظرونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم مرة تانية في فقرة بداية طريق. أنا مبسوطة أن أنا طلعت بالفقرة دي ورجعت تاني للبرنامج بتاعنا، لأني هقول لكم مفاجأة آخر الحلقة. النهاردة مش بس هنتكلم عن موهبة، إحنا كمان هندي لكل موهوب أمل لبداية طريق. الفن الراقي هو جزء مهم لرسالة التوعية الفكرية. بنرحب بضيوف فقرتنا، المخرج والمنتج عصام شهاب صاحب وشركة الشهاب للإنتاج الفني. أهلا بحضرتك معانا يا فندم. أهلا وسهلا، سعادتك، نورتنا. ميرسي أوي، شكرا. يعني حضرتك فين من زمان؟ لأن احنا الفقرة دي بقالنا كتير عايزين نعمل فيها حاجة. إن شاء الله هنعمل حاجة جميلة. إن شاء الله إن شاء الله. عام 2020 عام هيكون جميل إن شاء الله. يا رب يا رب. كمان بنرحب باكتشاف موهبة جديدة برغم ان صغر سنه الى انه فعلا انسان موهوب. معايا مش عايزه اقول الطفل، خلاص اقول لي ايه براحتك. معايا عبد الرحمن. ازيك يا عبد الرحمن، عامل ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. سقعين. طيب مخرجنا الجميل، اتفضل يا فندم. حابه اعرف من حضرتك واعرف الساده المشاهدين، المخرج عصام شهاب الاعمال اللي قام بيها، مش عايزه بقى اقول انتاج بس هنتكلم كانتاج واخراج. بالنسبه للاعمال، انا عملت العديد من المسرحيات. مسرحيه انت حر، تاليف الاستاذ رحمه الله عليه استاذ لينين الرمري. عملت مسرحيه اسمها الغجريه، عملت مسرحيه حدث في ليله الزفاف،
إخراج جوزيف نسيم، عملت مسرحية حكاية بلد إخراج سامح الإمام، وحاليا برضو بعمل مسرحية الحدق يفهم إخراج سامح الإمام، مساعد مخرج منفذ عاطف شعبان، ولكن أنا قائم بهذه المسرحية إنتاجيا فقط. طيب عايزين نتكلم مع حضرتك عن الأعمال اللي حضرتك قمت بيها. أنا عملت العديد حضرتك من المسرحيات. بالنسبة للمسلسلات، مسلسل هاني النفساني، حضرتك إنتاج مسرحي وسينمائي صحيح؟ وسينمائي، تمام. طب نتكلم عن السينمائي. 2012 فيلم اسمه هيصة، تمام، كان بطولة محمد رضا ورندا البحيري وخالد حمزوي وضياء المرغني، يعني مجموعه كبيره يعني من الممثلين. احنا اسفين طبعا، بنعتذر للجمهور ان احنا ما لحقناش نحضر حاجه لضيق الوقت، لان الفقره يعني وقتها قليل جدا، فان شاء الله هتكون معانا يعني هقول لكم بعد ما نخلص الفقره بتاعتنا، عشان مش عايزه احرق المفاجاه. ان شاء الله هكمل مع حضرتك تاني، وهنتكلم عن بعض الاعمال اللي حضرتك قمت بيها في السينما. في مسلسل برضه هاني النفساني، في مسلسل اسمه عوض وعوضين يوم الاثنين. الكلام ده ان شاء الله هيتم سنه 2020. يعني ده حصري؟ وان شاء حصري الله لبرنامج رؤيه في رمضان القادم باذن الله. ده بخلاف في كاميرا خفيه برضه بيقوم بانتاجها وباخراجها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. معايا طفل عبد الرحمن 12 سنه. دخل عندي ورشه تدريب. احنا هنتكلم عن عبد الرحمن، بس انا محتاجه الاول اعرف منه بقى. اتفضلي. قولي. عرفت المخرج عصام شهاب، او هو خدك معاه في الفرقه بتاعته، صحيح؟ ايوه. كلم بقى الجمهور كده وقول له بدايتك كانت ازاي؟ انا الاول لما كنت صغير. صغير اللي هو بقى كام سنه يعني؟ من صغري، من عندي سنه او سنتين. يا كنت بحب التمثيل قوي. ماشي. فايه، كنت كل ما اكبر كنت اقعد امثل مع نفسي شويه في البيت وكده، تقف قدام المرايه تقعد تمثل. ايوه. مين اكتشف بقى الموهبه في البيت؟ اللي اكتشف الموهبه اول حد بابا. بعد كده البيت كله اكتشف وكده. شجعك؟ فضلوا يشجعوني. لما عرفوا ان الاستاذ عصام شاب عامل اعلانات لاطفال وكده، احنا رحنا له. قدموا لك؟ اه. طلب منك تست الكاميرا الاول؟ لا لسه. وهو شخص محترم جدا وكويس جدا. ميرسي يا حبيبي، شكرا. وعمل معايا الصح وربنا. ميرسي يا حبيبي. شكرا جزيلا. ما خفتش عبد الرحمن لأول مرة بتطلع بقى تمثل كده؟ أول مرة كنت خايف، لما دخلت الورشة بدأت أتجرأ. يعني أنت اللي شجعك في الموهبة إن أنت دخلت بالفعل الورشة، ورشة التمثيل، صحيح؟ اتعلمت فيها حاجات؟ صححت من بعض الحاجات اللي انت كنت يعني انت بتمثل في البيت من غير دراسه ومن غير ما بتكون عارف انت بتعمل صح ولا غلط وكده. الورشه علمتك؟ علمتني. وكنت لما يقولوا لي اعمل مشاهد في الورشه كنت اعمل مشاهد كوميديا عشان يضحكوا كده. اضحك. انت بتمثل كوميدي ولا بتمثل الاثنين، ولا بتمثل حاجات دراما او كده؟ بصي، هو الطريقه الكوميديا بتاعتي كنت بتكلم فلاح وكده. ياه، على صغر سنك. مين بيصحح لك اللغة؟ اللي بيصحح لي الأستاذ عصام وبابا والأستاذ عاطف شعبان والأستاذ سامح. طيب قولي بقى، أول مرة المخرج عصام شهاب قالك هتطلع على مسرح وهتمثل، إحساسك كان عامل إزاي؟ الأول خالص كنت خايف، كنت لسه ما دخلتش ورشه وما كنتش لسه اتجرأت. ورشه التمثيل بتعلمك شويه ان انت تقف قدام الكاميرا من غير ما تخاف. انا اتجرأت دلوقتي، بقيت جريء. قعدت قد ايه تقريبا وقت؟ كتير يعني سنه اتنين؟ لا ده مش كده. وقت قليل يعني سنين شهر ولا كده شهور؟ تمام، يعني شهور، نقدر نقول شهور، صحيح؟ طيب انا هرجع لك تاني يا عبد الرحمن. بعد اذن حضرتك، هو خلال الشهر التدريب ده
علمناك جراءه، علمناك جراءه وازاي يبقى هو ممثل مش خايف. خدت بال حضرتك اعداد الممثل ده مهم جدا جدا. بيحتاج وقت قد ايه في السن ده انه يطلع؟ السن ده ما يقلش عن 3 اشهر، لكن هو ما شاء الله اهم حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ عنده الموهبه. يومي يومي يقعد وقت قد ايه؟ لانه هو كمان انا اعرف ان هو بيدرس لسه طالب صغير ولسه يعني ليه التزامات ثانيه وليه يعني الثقل عليه ان هو يبقى بيدرس هنا وبيحفظ هنا وكده، فكنت حابه اعرف من حضرتك ازاي بتتعاملوا مع السن ده؟ والله اتعاملت معاه خطوه بخطوه وكنت بتماشي مع تفكيره لحد ما وصلت لمرحله كويسه جدا وقدرت اخليه نزعت منه حته الخوف دي نهائي، خليت فيه جريء. كان بيخاف في الاول ان هو يطلع الكاميرا. كان خايف جدا. حضرتك بتدربهم في الورشه، ورشه التمثيل ازاي؟ بيقفوا قدام كاميرات وبتبتدي تدي لهم مشاهد ولا بتبقى دراسه شويه اكاديمي؟ يعني احنا بنتعلم اساسيات التمثيل الاول. بدانا اكاديمي وعملنا حاجه اسمها بروف الترابيزه للمسرحيه نفسها. لما بدا يفهم ويبقى كويس نقلته نقله كبيره جدا. شلته من حته، خليت لازال هو بيتدرب في الورشه لكن نقلته يقف على خشبه المسرح مع ممثلين كبار لعرض مسرحيه الحدق في الفم ان شاء الله اللي احنا بنقوم بيها. استجابته كانت عامله ازاي على المسرح؟ اول استجابته كانت عامله ازاي على المسرح اول مره طلع فيها على المسرح؟ اول مره طالع كان خايف شويه، ولكن انا نبهت عليه ان هو لازم يكون جريء وقوي وما يخافش من اي حد، ملهوش دعوه بالجمهور اللي تحت. معانا سن تاني كتير عبد الرحمن، ملهوش دعوه بالجمهور اللي تحت ويعيش الدور. فتقمص الدور وتعايشه كويس جدا، فكان ما شاء الله حاجه كويسه، وان شاء الله هيكون نجم من نجوم مصر العظماء ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله هنشوفك يا عبد الرحمن على الشاشه الكبيره. الاستاذ عصام والاستاذ سامح الامام والاستاذ عاطف شعبان علموني ازاي افصل الشخصيه السعيده عن الشخصيه الحزينه وكده. برافو. طب تمام. انت بتتعايش في الشخصيه فعلا وبتتقمصها وبتقدر تدي فيها على الخشبه؟ بتنسى ان انت عبد الرحمن وبتعيش الدور بتاعك صحيح؟ ايوه. ما بتخافش بقى يعني اول مره كنت طالع خايف، بعد كده بقى يعني ابتديت اتجرأت وبتعمل مشاهد كوميديه عشان اضحك المجموعه اللي عندي. بترتجل ولا بتحفظ؟ لا برتجل. تعلم الارتجاء من خلال الورشه. يعني هو ما بيخافش. تعلم الارتجاء من خلال الورشه. ازاي يتكلم عن موقف بدون اي ورق، بدون اي نص، بدون اي حاجه. في السن ده ممكن وهو بي 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 بيرتجل على المسرح، ممكن حضرتك بتبقى عارف ان المسرح بيبقى ليه رقابه وليه موافقات وكده، نفترض ان هو قال حاجه خارجه عن النص او تدين المشهد او كده، حضرتك ما اعتقدش عشان انا حاسس باللي جواه. كل شخصيه كل شخصيه عارف ان هو هيرتجل. انا عندي شعور واحساس هو هيرتجل موضوع ايه وموقف ايه، لان انا عايزك ترتجل في موقف معين انت في كذا كذا، فبالتالي هو بيقوم بيه. طبعا ممنوع اي الفاظ خارجه عن النص. حضرتك بتعلمهم كده في الورش؟ صحيح. ممنوع. صحيح. هي ورش التمثيليه بادئه عند حضرتك من امتى تقريبا؟ وهل الورش دي قائمه على التمثيل بس ولا معانا كمان تخصصات ثانيه؟ لا، في الورشه قائمه على التمثيل المسرحي وايضا تمثيل سينمائي، وان شاء الله معانا حاجات التالتة بنضيفها. موضوع اعلانات. في اعلانات. لان الشركه بتقوم مسرح وسينما واعلانات وايضا كليبات. كليبات غنى يعني. طب احنا معانا سن صغير زي عبد الرحمن، حضرتك بتدربه دلوقتي ولا هو عبد الرحمن بس؟ لا، معانا بنت اسمها ملك عندها 10 سنين ما شاء الله. بس لظروف خاصه كانت افضل انها تكون موجوده معانا، بس عندهم ظروف في البيت فما قدروش. نشجع السن ده تحت امرك المره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب لو حضرتك في شخص بيحب يمثل، ايوه، ولكن ما عندهوش يعني هو حاسس انه بيعرف يمثل ولكن ما بيعرفش يدي الشاشه حقها او ما بيعرفش يأدي كويس. بص حضرتك بتقدر تتعامل معاه في ورش العمل او هي بتنسق او بتظبط القصور اللي عنده؟ اكيد طبعا. اول ما حتى لو ما عندهوش يعني عنده الموهبه او هو حاسس انه نفسه يمثل ولكن ما بيعرفش يمثل. بص حضرتك، هو اهم حاجه يكون الشخص اللي قدامي ده عنده الموهبه وحابب هذا الشيء. طالما حابب هذا الشيء واحس ان هو داخله طاقه فنيه،
الدور بتاعي انا ان انا ابرز هذه الطاقه واظهرها زي ما عملت مع الاستاذ عبد الرحمن. كان عنده الاستعداد. انا بقول استاذ عبد الرحمن لان هو فعلا استاذ في نجم التمثيل. نجم كبير بقى ان شاء الله. أنا عندي نجم كبير باذن الله. الله ان شاء الله. عبد الرحمن انا عرفت ان انت بتعرف تغني بس مش هخليك النهارده تغني. تمام ماشي. عملت كليبات. عملت كليبات رومانسيه اسمها حب تجنني. نزلتها. نزلتها. طيب عبد الرحمن الكلام ده كله ما بيعطلكش عن الدراسه؟ لا الحمد لله. احنا لو معانا البنوته اللي حضرتك قلت عليها كان ممكن نخليهم يقوموا يعملوا مشهد مع بعض. ممكن يعملوا مشهد بس جميل ان شاء الله جدا يعني. وعلى فكره هي معانا في الورشه ومعانا ايضا في المسرحيه. صحيح. وما شاء الله بيقدروا يقفوا قدام نجوم مسرح كبار ليهم اسمهم وليهم وضعهم. بس طبعا مش هقدر اقول الاسماء ايه هي. كل شخص بيبقى ليه الوقت بتاعه في التعلم او ان هو يتلقى المعلومه من حضرتك. يعني البنوته تاخد وقت اللي مع حضرتك في الفرقه تاخد وقت اكتر من عبد الرحمن او العكس؟ لا الاثنين واحد عندي. شهرين او ثلاثه؟ الاثنين عندي واحد. كوقتيا يعني كتوقيت واحد وقت واحد. كموهبه. كموهبة لو عندي عبد الرحمن وعندي ناس تانية بكفاءة أعلى أو أقل بتختلف كتير بقى. لو ممكن يقعد أطول. هنا بقى الموهبة بتفرد نفسها إنها تظهر بسرعة. عشان في موهبة. في بعض الآخرين ما عندهمش الموهبة بس هم حابين هذا الشيء. بياخدوا معانا مجهود شوق عقبال ما نقدر يفهموا يعني إيه يقف يمثل. وعشان يقدر يتقمص الشخصية ويحب هذا الشيء. بيدرسوا حاجات نظري ولا فقط؟ عندي نظري وعملي. بيقعد تقريبا فترة الدراسة النظري وقت قد ايه؟ النظري؟ وقت النظري ممكن خلال 3 أسابيع. من 3 أسابيع لشهر نظري. والعملي اللي هي الحركة وخلافه دي ممكن تاخد حوالي 2 أسبوع. يعني وقت قليل نقدر نقول ان هو وقت كويس. ما بياخدش وقت طويل. طيب لو في سن اصغر من عبد الرحمن او أيوة. طفل ما بيتكلمش عشان انا نفسي ادخل ابني انت تحت ارضك عايز اعرف بقى يعني الناس دي بتاخد معاها بتتعامل معاها ازاي؟ طفل ما بيتكلمش ولكن عنده الاحساس بالحركه وعارف يتعامل. والله عايز اقول حاجه عايز اقول حاجه لحضرتك. الفنان هو فنان منذ الصغر. صحيح. بيبان وهو صغير وهو عنده شهور انت ايضا. انت جواك فنان وهو عنده شهور وهو عنده شهور. هو خلال السنه من عنده سنه عنده سنتين تلاقي الطفل مثلا بيجي يجيبي له انت لعبه بيقعد يكسر فيها عشان عايز يعرف ايه اللي جوه اللعبه دي. صحيح. صح؟ بيكسر اللعبه وانت تجيبي له غيرها وهو عايز يكسر ويرجع يجمعها من جديد. عايز يتخيل يكون ايه هو الحاجه دي بالظبط. حضرتك تاريخ شركة الإنتاج تقريبا وقت قد إيه؟ نعم؟ شركة الإنتاج تقريبا وقت قد إيه؟ الشركة بتاعتي بقى لها قد إيه؟ قائمة قائمة من سنة 2008. يعني بس أنا بعمل شغل بره كتير لأن أنا بسافر الإمارات وبعض دول الخليج فبتعامل مع شركات هناك وبقوم بالإنتاج إنتاج مصري مشترك مع بعض الدول الخارجية. طبعا دلوقتي الكورونا مخلينا شوية بنهدى. احنا قعدنا حوالي 4 أشهر ما فيش شغل. ولكن الحمد لله على كل حال. يعني كان في مسرحية بعملها اسمها ليلة الخميس. وإن شاء الله هعملها وانتجها برضو يعني مش هسيبها. وكان ليا تنبيهات لكل الممثلين اللي معايا ما حدش ينسى النص كل واحد حافظ حاجة كما هو عليه. حضرتك بتتعامل ازاي في فترة الكورونا في الظروف اللي احنا فيها وبالفعل في اعمال حضرتك قائم عليها دلوقتي حضرتك بتتعامل ازاي دلوقتي معاهم؟ والله يعني الحمد لله احنا شغالين. احنا مش واقفين احنا شغالين. من ناحية التعامل كعمل مسرحي او سينمائي او كمسلسلات انا اللي زلت شغال الحمد لله. حضرتك بتقدر تفرق ما بين الشخص الموهوب ولا لا؟ يعني مثلا ممكن حد يبقى نفسه يمثل وهو فاكر ان هو عنده الموهبه ويدخل الاكاديميه ممكن يفشل ولا الكل ممكن ينجح؟ لا طبعا مفيش كده. انا بعمل له تيست اختبار. لقيت عنده الموهبه اهلا وسهلا. لقيت ما عندوش الموهبه وهو جاي بيضيع وقت بيبقى لا داعي ولا ضيع وقتي ولا ضيع وقت. بيحتاج حفظ كتير. بيحصل كتير الحاجات دي قدامي. يعني وعلى فكره بص سوري ده كمان في جميع الاعمار.
يعني في جميع الأعمار، هتلاقي في سن 15، في سن عشرينات، في ثلاثينات، في خمسينات كده، في أنا عندي كل الأعمار الحمد لله. تمام. طيب أنا مع الأسف وقت فقرتنا انتهى. ينفع أقول لك حاجة؟ طبعا اسمح لي بس سريعا عشان معانا أربع دقايق. بصي أنا أهم حاجة عندي أهم من الشهرة حب الناس، وعايز اوجه ان شاء الله تظهر بابايا قدام الشاشه الكبيره ان شاء الله. ان شاء الله عايز اوجه رساله بابايا. اتفضل. اتفضل. انا بحب قوي والحمد لله ان انا ليا اب زي دوت بيجري ورايا ويشق عليا، وانا احلى اب في الدنيا وربنا حبيب. وانا بحبه وبيشجعك وواقف جنبك وبيشجعني وكل البيت. بشكرك عبد الرحمن. ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. شفتي الاحساس الداخلي طالع منه ازاي؟ يعني ما شاء الله، ما شاء الله هتبقى معاك. ربنا يخليك لبابا يا حبيبي ويخلي بابا ليك. يا رب يا رب يا رب. عايزه اوجه للناس المفاجاه اللي احنا كنا عاملينها. اتفضلي. ان شاء الله باذن الله هيكون في ورش عمل من خلال برنامج رؤية مع الاستاذ المخرج والمنتج استاذ عصام شهاب. ان شاء الله اللي حابب ينضم للورش هيكون في مقرات ليها كمان خاصه بشركات الاستاذ عصام. اللي يحب يتواصل بيتواصل على رقم للفريق بتاع برنامج رؤية، هقوله سريعا 012-0-2023، وفي صفحه البرنامج رؤية مع الاعلاميه منى صالح. بشكركم في نهاية حلقتنا. إن شاء الله بإذن الله هيكون معنا في حلقة جديدة، هنجيب مواهب كتير وهنعمل مسابقات كمان ما بينهم. بشكر حضرتك جدا. مرسي قوي قوي على اللقاء الجميل الشاي ده. إن شاء الله تكون معنا في حلقات بإذن الله، ونبتدي نرتب بقى سلسلة حلقات جميلة إن شاء الله مع حضرتك. وإحنا سعداء الحظ مع حضرتك. بشكرك يا فندم جدا. وإلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة القادمة. لكم مني جزيل الشكر.